المرح، الفكاهة والغناء، طريقة اختارها بائع البيتزا كريمو الملقب بالسنكوشي لاستقبال زبائنه الذين يأتونه من كل حذب وصوب لأكل البيتزا الخاصة به بعد أن صنع الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي. على كل حال الإنسان من الأحسن يخير الخدمة اللي يرتاح بها قلبه، وأنا اخترت الخدمة كما نقولوا اخترت البيتزا بها وبديتها في سنة 97 ونتقنها صح، لأني أنا كي نبيع للمشتري مانيش نبيع به نحكم سواردو، أنا نحب المشتري هذيك يرجع لي. هذه الطريقة الطريفة التي يعتمدها كريمو في بيع البيتزا لقيت ترحيبا واسعا من قبل الكثيرين من الزبائن الذين يتوافدون عليه لأكل هذا النوع من البيتزا من جهة، والترفيه عن النفس من جهة أخرى. والطريقة تاع الفكاهة، على كل حال كنت من صغري هذه يعني كما نقول لك خلقني رب العالمين، هذه هي خلقتي، نبيع ونغني نبيع ونضحك معاهم، والحق لقيتها يعني الهضرات ما من الكلمات اللي نهضرهم مع الناس يكون كلام موزون، يكون كلام طيب، يكون كلام مليح. علاه؟ باه المشتري هذا واش هو كيما نقولوا حنا، تدي قلبه ويدي قلبك. جينا من تبسة سانكوشي شفناه في الريزو سوسيو وقلنا نجيو نديروا عليه طله ونذوقوا البيتزا تاعو. جينا من القرارم ولايه ميلا باش جينا من باب الفضول، جينا نشوفوا عمي سانكوشي عمي كريم الله يبارك ما شاء الله، يعني عنده بيتزا ما شاء الله، ومام هو يعني عنده اسلوب المزاح هذاك والضحك. هو أسلوب جعل من كريمو يأخذ مكانة مميزة لدى قلوب زبائنه، حتى أصبح اسمه يتردد على كل لسان داخل ولاية قسنطينة وحتى خارجها.